رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، انقطعت الأمطار، فبما تنصحنا؟ قال: بالاستغفار. ثم ذهب، فجاءت امرأة فقالت: يا أبا سعيد، لم يرزقني الله بالولد، فبما تنصحني؟ قال: بالاستغفار. فذهبت، فجاء رجل فقير فقال: يا أبا سعيد، إني رجل فقير، بما تنصحني؟ قال: بالاستغفار. فقال: من عنده؟ وكل شيء حله بالاستغفار؟ قال: نعم، إنه قول الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. جاءك الهم أكثر من الاستغفار، تأخر المطر أكثر من الاستغفار، أصابك ضيق الصدر والكآبة، عليك بالاستغفار. تأخر المال وازدادت الديون وكثرت الهموم، عليك بالاستغفار. ليس هناك أفضل من الاستغفار. كان لقمان يجلس مع ابنه فيقول له: يا بني يا بني، أكثر من قول اللهم اغفر لي، دائما قل اللهم اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعة إجابة لا تدري فلربما وافقتها. قل دوما: أستغفر الله، في صباحك ومسائك، في ركوبك وجلوسك وقيامك وقعودك واضطجاعك، أكثر من الاستغفار.